السلام عليكم، أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله تكونون كلكم خير وصحة وسلام. نتعرف اليوم على طريقة تسميد القراص وأفضل سماد وأيضا برنامج التسميد لنبات القراص. طبعا تسميد القراص هو مرحلة وتلعب دور جدا مهم في تعزيز نمو وتطور وإنتاجية النبات. ممكن أنه تستخدمون السماد المناسب حتى تلبون احتياجات القراص، والقراص جدا مفيد للصحة، فهو مطهر وأيضا مقوي للدم وأيضا يعني داعم للحديد بالجسم، فمادة جدا جدا مهمة. ممكن تستخدمون جميع أجزاء القراص للاستشفاء الصحي، من ناحية أنه تجففوا وتستخدموه كشاي، تخلطوا مع الأعشاب الأخرى اللي تلعب دور مثلا بصحة الكلى، بصحة الكبد. ممكن تستخدمون الجذور، الأوراق وأيضا البذور، وإن شاء الله نتكلم بهذا الموضوع بشكل عمق في فيديو لاحق. أما اليوم راح نتكلم على تسميد القراص وأفضل أنواع السماد وأيضا القليل عن برنامج تسميد للقراص. طبعا من ناحية اختيار السماد، تختارون سماد عالي جودة ومتوازن من حيث التركيب الغذائي. طبعا يفضل استخدام سماد عضوي أو سماد مركب يحتوي على البوتاسيوم والفوسفور والنيتروجين، أيضا هو NPK، سماد على نسب متوازنة من العناصر الغذائية الرئيسية. أيضا من ناحية التوقيت، أفضل وقت لتسميد القراص هو خلال فترة النمو النشطة وقبل بدء تكوين البذور. ممكن أيضا أنه يتغير التوقيت بناء على المناطق الجغرافية اللي عايشين بها وظروف النمو المحلية مالتكم. أما عن الكميات من ناحية التسميد، فتتبعون التعليمات للشركة المصنعة للسماد بشأن الكميات المطلوبة. طبعا يفضل تقسيم الكمية إلى جرعات صغيرة وبعدين طبقوها على مدار الفترة المحددة، بدل من أنه تعطون القراص كمية من التسميد كلها يعني كمية كبيرة بنفس الوقت. فقسموا الجرعات إلى جرعات صغيرة وبعدين أعطوا مثلا القراص، يعني أعطوا السماد في كل 4 أسابيع مثلا خلال فترة النمو النشط. أما عن توزيع السماد، فقوموا توزيع السماد بالتساوي حول قاعدة القراص، وتجنبوا وضعه مباشرة على أوراق والسيقان، لأنه هذا الشيء راح يسبب حرق النبات. أما عن الري، فبعد تسميد القراص فقط قوم بري بلطف حتى تضمنون ذوبان السماد وامتصاصه بالتربة، وبرنامج التسميد يكون يعني كالآتي. ممكن أنه يختلف برنامج التسميد حسب نوع التربة وحسب الظروف النمو المحلية موجودة عندكم، لكن عموما ممكن أنه تطبقون السماد مرة كل شهرين أو مرة كل شهر ونص خلال فترة النمو النشطة. ممكن أيضا يزيدون التسميد خلال فترة تكوين البذور حتى تعززون البذور والإنتاج. أيضا وصلنا إلى نهاية الفيديو، نذكركم أن الاحتياطات العامة للتسميد تشمل اتباع تعليمات السماد الموجودة على المنتج، وبعدين عدم استخدام كميات زائدة من السماد، لأنه هذا الشيء راح يؤدي إلى حرق النبات وموته تدريجيا. ومن المهم جدا أنه توفرون الري الكافي وتحتفظون بتوازن التربة والتهوية الجيدة لضمان حصاد وفير إن شاء الله. وصلنا إلى نهاية الفيديو، أشكركم على المتابعة. إذا أعجبكم محتوى القناة اشتركوا وفعلوا الجرس. أراكم إن شاء الله في فيديو لاحق. مع ألف سلامة.